هل يجوز تجميع المال مع مجموعة بالطريقة اللي تسمى جمعية؟ لا حرام، هيدي اللي بيسموها الجمعية، بيجتمعوا مثلا 10 نساء وكل وحدة بتحط 10 دولار منشان بس يجي دورة تاخد 100 دولار. هيدا الشهر دور فلانة وشهر الجاي دور فلانة وانت ماشي. هيدا الامر بيدخل تحت كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل قرض جر منفعة فهو ربا، ومعروف انه اكل الربا من الكبائر، فديروا بالكم وانتبهوا. طب شو السبب انه فيها ربا؟ لانه هي ما عم بتحط العشرة دولار الا بشرط انه بس يجي دورة تاخد المبلغ كليته. هلا يمكن يطلع لك شخص يقول لك يا شيخ انا بس بدي صمت مصرياتي، انا بس بدي ساعد الناس بهالطريقة. اولا لو فعلا بدك تساعد كنت بتحط العشرة دولار من دون شرط، وتاني امر بدك تصمت جيب لك اجي وحط المصاري بقلبه، او اعطي المصاري لامك لاختك للشخص اللي بتوثق فيه خليه يصمت لك هن لتوصل للمبلغ اللي انت بدك اياه. اما بهالطريقة اللي ذكرناها فالعلماء من مئات السنين قالوا عنه انه هيدا الامر حرام لا يجوز، فديروا بالكم وانتبهوا وخلوا هالكلام ببالكم.